رجل يعدل جيشا. قفز الفارس عبد الله بن أنيس على جواده بعد اجتثاثه للطاغية بن نبيح، حاقنا دماء المؤمنين والوثنيين، ثم انطلق ترفرف ثيابه خلال الريح حتى اختفى بين حنايا الجبال، ثم أوقف جواده وصعد وانتقى نقطة مراقبة يرصد منها ردة الفعل. جن الوثنيون لا يدرون من أي أرض ظهر أو من أي سماء هبط الفارس على قائدهم. تفرقوا، ابتلعتهم الطرقات يبحثون بلا هدى، ولما اختفوا انحدر وركب جواده وانطلق إلى المدينة. وفور وصوله بحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هش بوجهه حالما رآه وقال: أفلح الوجه. فهتف ابن أنيس مبشرا: قتلته يا رسول الله. فنهض صلى الله عليه وسلم من مجلسه وأخذه إلى منزله، ولما دخل التقط صلى الله عليه وسلم عصا ومدها لجنديه وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. أخذها عبد الله ثم خرج، فمر بحفاوة إخوته فقالوا: ما هذه العصا؟ فقال: أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ فرجع وقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، تخصر بهذه حتى تلقاني، وأقل الناس المتخصرون. هانت التضحيات مع هذه البشرى، فأخذ عبد الله العصا فقرنها بسيفه وخرج فأخبرهم. أراح ابن أنيس المؤمنين والوثنيين من طيش بن نبيح الذي استخفته قريش فاستخف قومه. ضربة واحدة حقنت دماء كانت ستسفح عبثا، فلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم شرا، ولا دولته بحاجة إلى معاداة أحد. أما الأهم فهو أن قوم ابن نبيح تخلوا عن مغامرته، مما يعني أنه كان مجرد طاغوت يقامر بشعبه، يقامر بهم لنزوة تهرش كالقمل في رأسه. فتح ذلك الهالك الأعين على مشروع وثني خطير، هو التناوب على غزو الدولة الإسلامية لإسقاطها. لم يكن ابن أنيس وحده رجل المهمات، هناك جسور آخر اسمه مرثد بن أبي مرثد، تخصص في افتكاك الأسرى المضطهدين داخل مكة، وكان يمارس مهمته في أجواء ثقة مع امرأة يحبها تدعى عناق، لكنه انقطع عنها لسبب ما. وذات ليلة كانت عناق تتمشى تحت ضوء القمر، فإذا بطيف مرثد الحبيب يسير متخفيا تحت أحد الجدران في مهمة إنقاذ جديدة. خفق قلب عناق ونادت، فاعتذر عذرا أغضبها، فصرخت بأعلى صوتها صرخة جعلت السيوف تحاصر المكان.